ومبدأ الانضباط الذاتي قائم على ثلاث نقاط أساسية. أولها تحمل المسؤولية، وهناك علاقة مباشرة بين تحمل المسؤولية والانضباط الذاتي والسيطرة على النفس بشكل كامل. ثاني هذه النقاط هو إدارة الوقت، وإدارة الوقت تعني القدرة على اختيار تسلسل الأحداث اليومية بالشكل اللي أنت تريده ويناسبك. النقطة الثالثة من النقاط الرئيسية أو النقاط العامة للانضباط الذاتي هو مواجهة المخاوف والخروج من منطقة الراحة، ودائما إقناع النفس والتحدث إلى النفس من الداخل أن هذه المواقف سهلة وهذا الشيء الذي أريده سيغير حياتي الأفضل. بهذه الطريقة يستطيع الشخص مواجهة المخاوف والخروج من منطقة الراحة.